يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس سابق في قوله سبحانه ألم نجعل الأرض كفاتا أن هذا ليس سؤال إنكار بل هو سؤال تقرير، فكيف نعرف الفرق بينهما؟ ليس سؤال استفهام، ما هو إنكار، ما بمسك، ليس سؤال استفهام، إنما هو سؤال تقرير وإثبات. نعم، أي قد جعلنا، ألم نجعل، أي قد جعلنا الأرض كفاتا. نعم.